أهلا وسهلا بكل السادة المشاهدين، وكل عام وحضراتكم بخير، كل الأمة الإسلامية بخير وسلام يا رب، والشعب المصري في أمان وسلام ليوم الدين. عيد الأضحى المبارك، كل سنة وأنتم طيبين. بنذبح، لسه جايين من الذبيح، معانا لحمة الراس ومعانا اللحم الكندوز ومعانا الكلاوي ومعانا الكبد، كل حلويات الخروف. ولكن عايز أقول كلمتين حلوين قبل ما أبدأ الحلقة. العيد عيد لحمة، يعني اللي احنا ممكن نتغدى نتعشى، مش لازم نخزن اللحمة. كان زمان ممكن نخزن اللحمة 15 يوم 20 يوم، ايه المشكلة؟ اول يوم وتاني يوم، تاني يوم العيد والباقي نوزع القرايب والحبايب والجيران والاقربون اولى، والحاجات اللطيفة الحلوة ديت صدقوني بجد بتفرح الناس، وجبران الخاطر ده عند ربنا حاجة كبيرة. خلونا مع بعض نشوف هنعمل ايه. هنعمل النهاردة الفتة، والعيد من غير فتة تبقوا ناقصوا حاجة كده، بس هو طبعا عيد عيد، بس الفتة دي أساسة عندنا في كل الدول العربية ومصر بالأخص. هنعمل الفتة النهاردة، هنشوف نعملها ازاي بطريقة جديدة. معانا كمان لحمة مفرومة، أنا بحب الرقاق قوي على فكرة، ممكن الرقاق على السفرة ما أكلش غير جنبه طبق سلطة خضراء. عدل السفرة يوم العيد صحن بطيخ حلو من خير أرضنا، والبطيخ معانا بسم الله ما شاء الله تعيدنا بطيخة حلوة، ومعانا سلطة خضراء. هو ده عدل يوم العيد، لأن فيه لحوم كتيرة فلازم يكون فيه سلطة خضراء، فواكه مشكلة، الحاجات اللطيفة ديت. أنا عايز أستأذن حضراتكم وأطلع فاصل، لأن الشكل اللحمة بيغريني بصراحة وبغازلها، فعايز أعمل حتة فتة، شوية فتة حلوين، وأعمل شوية رقاق حلوين. أستأذن حضراتكم ناكل الكبده ونطلع فاصل صغير ونرجع بعد الفاصل نشوف ايه حكايه الفته اللي كل سنه مع الشيف بيبقى لها طعم تاني. اوعى تروحوا بعيد، تابعوا. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل. السكينه والمستحد مش لعبه اي حد، احنا يوم العيد الاضحى المبارك، كل واحد في العيلة عايز يعيش دور الجزارة، زي ما شهر رمضان الكريم كده كل واحد بيعيش دور الشيف. احنا عندنا عادات حلوة، بنذبح الصبح، بنوزع اللحمة على الجيران والحبايب. أنا معايا حتة لحمة كندوس حلوة كده، عايز أعمل شوية فتة، والفتة دي مدرسة، كل ست بيت مصرية عربية بتبدع فيها وبتعملها بطريقة مختلفة. هنشوف مقادير الفتة على الشاشة. أستاذ رحاب، كل عام وحضراتكم بخير، كل فريق العمل اللي بيشتغل معايا، الشباب اللي زي الفل، الكنترول والإخراج والمصورين والمساعدين والفنيين وكلكم، كل عام وحضراتكم بخير. معانا اللحمة، معانا اللحمة، ومعانا طبعا البصل، ومعانا توم، ومعانا شوية بهارات حلوين، وهي الفتة لازم نهتم بحتة اللحم. ولكن في طريقة سلق اللحمة في المية بتاعتك لازم تكون بتغلي على النار كده وفيها شوية بهارات ومحضرها. مية ما تنفعش تحط على اللحمة مية باردة عشان تطلع معاك، شفت المية زلزال في قلب الحلة، هغطيها كده عشان درجة الحرارة. وتعالوا نشوف مع بعض ازاي اخليكي تسلقي اللحمة وميبقاش فيها زفارة، وخاصة الضاني بيبقى فيه شوية زفارة. حتة اللحمة بتاعتنا زي الفل، هنجيب بصلاية كده زي الفل من دي كده، اهي بصلتين حلوين، وانا بحب البصل اللي هو بيبقى مستوي مع اللحمة، بيبقى شارب من شوربة اللحمة، بيبقى طعمه حلو قوي. ادي بصلتين، اللهم صل على النبي، وادي اللحم بتاعنا، مش هحط سمنه ولا اي حاجه، انا هكتفي بالدهون اللي موجوده في حته اللحمه. شفت ازاي؟ واشم ريحه اللحمه كده والجزاره، لان اللحمه لما بتبقى دي لسه لا داخل التلاجه ولا اي حاجه خالص، ولا اتجمدت بدمها. الله، اللهم صل على النبي. ومعانا عود روزماري حلو، قرن فلفل حلو، عودين قرفه حلوين، شويه حبهان حلوين اخضر، شويه قرنفل، فص بستكه حلو كده فرضيه الحله. شفتوا الخلطه دي كده زي الفل يا عم الشيف. هنجيب ايه يا عم الشيف بقى؟ معلقه زيت صغيره لزوم الشيء، هو ده كده بس خلاص. ونقلب اللحمه دي كده، دي طريقه سهله خالص تقدري تسلقي اللحمه بطريقه جديده، وفي نفس الوقت كمان ما يبقاش فيها زفاره. ونقلبها كده، الله، استوت اللحمه يا فاروق. تقعد انت جنب اللحمه وجنب الحله ساعتين اهي. اول ما لونها يتغير، التحميره الحلوه دي كده مع التوابل والبهارات والحبهان والروزماري الحلو، شوفوا انا ازاي معايا فص ثوم حلو كمان في قلبيها، ايه ده، ينسل الزفاره. ومكعب الزبده الحلو ده انا عايزه، مكعب زبده بسلق اللحمه. جربي بس الطريقه دي وقولي رايك فيها ايه، في هنا سنس، في هنا فكر طهوي. مكعب الزبده ده بيسرق الفليفر والطعم بتاع الخضار اللي هو البصل والثوم والروزماري. شفت ازاي؟ التقليبه دي لغايه لما الزبده دي ملهاش
اي عنوان في قلب الحله وعند ميه بتغلي شفناها من شويه. اه التقليبه دي مهمه يا اختي. اه استوت اللحمه، على ما توزعوا اللحمه ونوزع الحبايب والجيران هتغدوهم فته. عندنا ميه بتغلي اهيت، بسم الله الرحمن الرحيم. خلي بالك دي سخنه فبنشيلها كده بالراحه وتنزل على اللحمه. يا عم الشيف دي طريقه سلق اللحمه اهي، بص على الحلاوه. هو ده، انا عايز شوربه، عايز شوربه للرقاق وشوربه للحمه وشوربه للفته. اه خلصت الحلقه، بس استوي اللحمه بقى كده براحتها. شفت ازاي يا ست الكل للمبتدئه في المطبخ؟ انا عارف ماما وخالته وعمته وتيتا اشطر مني في سلق اللحم، ده الطبيعي، واذا ما اعترفتش بكده ما بقاش انا الشيف المغازي. لا، الام لما تعمل سمع هوس، بركه الام في المطبخ لا تقولي لي اعظم شيف في الدنيا كلها. اه شوفي يا ام، ولكن المبتدئين في المطبخ لغايه دلوقتي يقول لك اللحمه بتشد مني. الصدمه الناريه اللي انا خدتها دي مع شويه التوابل بتمنع الصدمه، بتمنع اللحم، شده اللحمه. اللحمه ما فيهاش زفاره، فص المستكه حطيته وسيحناه مع مكعب زبده مع معلقه زيت مع بصل مع ثوم، شويه شوربه زي ما قال. لا يا عم كتاب مين؟ كتاب خلصت خلاص، جبنا الجلده زي ما قال المغازي. تعالوا مع بعض على اللحمه بتاعتنا ما تستوي ونغطيها عشان نكسب وقت. العيش المتكسر بتاع الفته جاهز. التحضير ده كله خلي بالك. اه النهارده العيد بقى، عايزين نقفش في المطبخ كتير. حماتي جايه تعيد عليا، ايه المشكله لما اكلها فته من ايدي؟ مش طول النهار انا واقفه في المطبخ. اه الشيف ما فيش ساعه زمن، واقل من ساعه يكون الاكل جاهز. العيش ده يتحمص، في طريقتين لتحميصه. الطريقه الاولى ان انا ممكن اقليه في قلب الزيت، انا ضد ده. العيش ده يتحط في الفرن ويتحمص بالشكل ده كده بيبقى احلى بكتير. اه انما تحمريه في الزيت هيشرب منك زيت. اه وممكن تعمليه من بالليل تحضريه، يعني دي الحاجات اللطيفه دي كده. رز مسلوق عندي جاهز زي الفل، الرز المصري والفته من غير الرز المصري ما بتبقاش فته، والفته من غير الرز المصري ما بيبقاش لها شخصيه. اه في كل الدنيا الفته لازم رز مصري، اوعي تفكري ولا تاخدك دماغك تعملي الفته برز بسمتي. اه ده رز مصر اهوت، ويتسلق كده يبقى مسلوق سوا كامل زي الفل، بحبهان معلقه زيت صغيره ومعلقه سمنه حلوه، يا سلام تبقى احسن مني، وكده الرز جاهز. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل للتركايه الاخيره لعمل طبق فته، وانا واثق وعندي ثقه ان انتوا اشطر مني في عمايل الفته. بس تعالوا شوفوا الشيف المغازي هيعملها ازاي. اه عندي طاسه بقى لوحدها كده على النار اهيت سخنت زي الفل. هناخد اللحم اللي احنا عملناه ده كده، وفي حته سمنه كده صغيره، حلو، ونمسك اللحم ده نشوحه. وعندي طاسه بتسخن للطشه بتاعه الفته، مهم جدا على فكره. تعالوا مع بعض نشوف طبق الفته اخباره ايه. اه زي الفل، حلو. حل على النار، ناخد اللحم ده كده نعمل فيه يا عم الشيف نشوحه، ويهمني البصل السليم. اه العب العيد لحمه يا فاروق. هو ده فطرت ايه النهارده يا مخرجنا؟ اه فته، تفطر الصبح فته ولا كبده؟ اه شفت اللحمه خلاص جاهزه، الشوربه عندي بتاعتي دي خليها كده على جنب. حلو، الطشه بتاعت الفته بتاعتنا، عندي شويه الشوربه الحلوين، الله، ناخد مغرفه شوربه كده ونمسك العيش ده كده نشربه. الله، اه الشوربه لازم تكون سخنه، اوعى تحط شوربه الفته بارده على العيش. اه وانا من انصار ان العيش يكون ناشف في قلب الفته ما يبقاش طري، وده اختياري برضه، يعني عندنا كبار السن يحبوا طري، وبرضه وانا احبه طري وكل حاجه، بس احب فيه القرشه دي كده احس ان انا باكل عيش، يعني افصل الطعم الرز عن العيش. كفايه كده، حلو الكلام. اه خلي دي هنا للطشه زي الفل. الرز المصري اخباره ايه؟ هو ده،
فتة من غير رز مصري ما تبقاش فتة. حط عليها كده وبيني علامات العيش، يعني مش تحط العيش الرز على العيش كله، لا يخلي الأطراف كده عيش الباينة اهو، عشان نحط الهوبر دلوقتي ونسمي بسم الله كده ونمد ايدينا ورب العيلة ورب الأسرة والكبير يبددوا الأول، ربنا يخلينا كل رب أسرة وكل رب عيلة. شفت الرز؟ الرز خلص، روع الطبق. أنا عارف هو البطل بتاع الصورة دي، يا سلام أهو، أنا عارف أبيض لك الصورة الحلوة. بيقول لي فين اللحمة على الطبق؟ بقول لكم معايا مخرج بقى يحب الهوبر أهو، ده أنا هطلع لك صينية رواية دلوقتي تتصور معاها سيلفي. اللحم بتاعنا أخباره إيه؟ هو ده التشويحة بتاعت السمنة دي كده اللحم، أحب أنا اللحم ده كده إيه بعد ما يطلع من النار يتشوح كده، رشة فلفل أسود حلو عليه، حضر اللحم كده وهو بيتحمر على النار، شم ريحة الفلفل الأسود اللي نازلة عليه. أنا بحب آكل اللحم المتحمرة دي بجيب طبق كده جانبي فيه شوية فلفل وشوية ملح، وغمس اللحمة بشوية فلفل وشوية لحم وشوية ملح. ناخد اللحم ده كده، الله شفت الخطوة دي؟ آه. بصل، طماطم، فلفل، أنا من عشاق البصل اللي بيتحط في اللحمة ويستوي مع اللحمة من زمان على فكرة، ممكن ما أكلش لحمة وأكل البصل، وخاصة لما أكون في قلب الملوخية وتطلع البصلاية ملغمسة ملوخية، تخيلين الموضوع ده كده؟ آه الموضوع معايا بيفرق أوي على فكرة، زي الفل. طاسة على النار نعمل الطشة بقى ونشهق مع بعض، أهي حلو، معلقة سمنة عشان الطشة بتاعت الشيف مختلفة، مع معلقة السمنة دي يا عم الشيف مكعبين زبدة، يا ويلي تخلي اللحمة طرية. اه يلا حلو، كزبرة ناشفة والثوم، اللهم صل على النبي، يا ويلي يا ويلي على الريحة يا ويلي على الريحة، لسه لسه شوية كزبرة ناشفة، هو ده أنا أحبها، دي الطشة بتاعت الفتة، شوية فلفل أسود حلوين، هو ده ده الجديد أهو، حلو، معلقة خل صغيرة، العب. هسه لسه دي بتاعتي، الله زي ما هي كده ناخدها يا عم الشيف، هي دي الطشة بتاعت الشيف، طماطمية مبشورة مع التومة، استنى على الخل لما يتطاير، شوية الشوربة الحلوين، يلا يلا هو ده، يلا مع بعض يلا مع بعض، سمي بسم الله. هي دي جرب الطريقة دي كده قولي لي رأيك فيها ايه. ألف هنا وشفا، ألف هنا وشفا للي هياكل والضيوف والحبايب والجيران. خلص الكلام، والترابيزة زي الفل، صحن بطيخ بعد الفتة يساعد على الهضم ويخلينا ناكل، صحن السلطة مهم جدا على السفرة، الرواق بقى ده عايز اقول لحضراتكم مزاجي في يوم العيد، سيبك انت بقى ده الغداء، يعني ما اكلش فتة اكل الرقاق، فيها لحمة وفيها رقاق وفيها حبة البركة، ويا رب البركة تخش كل بيوتنا. We'll be right back.
مصر.